سينماتيك حلمة قديمة وقاعدة تتحقق. فاش يتمثل هذا المشروع؟ يتمثل في صيانة الذاكرة السينمائية. منذ 60 سنة السينمائيين التوانسة وأحباء السينما بداوا يخموا في المشروع هذا من عام 1958. المشروع قعد 60 سنة ينتظر في الإرادة نتاعنا والحماس نتاعنا باش نحققوه اليوم في إطار هالمعلم هذا الجديد اللي يبشر بثقافة وتطرق المسائل الثقافية بطريقة مستقبلية. المشروع هذا عنده أهمية وانعكاسات ومفعول على الأجيال. علاش؟ على خاطر صيانة الأفلام والنسخ هي باش تكون همزة الوصل ما بين الأجيال والمعرفة ما بين الأجيال والاعتراف بين الأجيال. اليوم شاب عمره 20 سنة ما يعرفش أفلام عمر خليفي، ما يعرفش أفلام سمامة شيكي، ما يعرفش مجنون القيروان، ما يعرفش فيلم عبد اللطيف بن عمار حكاية بسيطة كهذه، ما يعرفش تحت مطر الخريف لعبد الرزاق الخشين، ما يعرفش شمس الضباع نتاع رضا الباهي. السينماتيك باش تبرز هالأفلام هذه القديمة اللي هي ولاد أفلام التراث باش تعرف باش توصلها تبلغها للجيل الجديد. لازمنا نلقاو من خلال السينماتيك استراتيجية للتواصل. الاهتمام بالذاكرة دليل على نضج المجتمع، واليوم وصلنا لدرجة اللي المجتمع الكل واعي اللي الوثيقة هي الثقة اللي تنجم تجمعنا. البرنامج نتاعنا ثري ودسم، باش نعديو أفلام مرتين في النهار في ثلاثة قاعات. قاعة طاهر الشريعة الأب الروحي نتاع السينما التونسية، قاعة عمر خليفي رائد السينما التونسية، وقاعة صوفيا القلي اللي أسست السينماتيك عام 1958. الأسعار باش تكون في متناول الجميع وبالأخص في متناول الطلبة اللي عندهم حق في دخول مجاني. طلبة السينما بالطبع. هشام بن عمار مخرج سينمائي.